تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز للأخبار. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق الله العظيم. تحيي الجزائر إذن اليوم ليلة القدر المباركة على غرار الأمة الإسلامية جمعاء، وستجري الاحتفالات الرسمية بهذه الليلة العظيمة بالجامع الكبير بالعاصمة. وبهذه المناسبة الكريمة يجتهد المسلم في أداء العبادات للفوز بفضل ليلة القدر الذي لا يعوض، فهي خير ليالي العام على الإطلاق والتي أنزل فيها القرآن الكريم. فاللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، صدق رسوله الكريم. واللهم اجعلنا ممن صام الشهر وأدرك ليلة القدر وفاز بالأجر والثواب الجزيل، اللهم أمين. في موضوع الصحراء الغربية، أبرز عديد الملاحظين في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية أن وزير الشؤون الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباراز لم يفقه دقة تصريحات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لما تطرق إلى الخلاف القائم بين البلدين، موجها أصابع الاتهام إلى المغامرة التي أقدم عليها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، لا سيما بعد التغير المفاجئ بخصوص الملف الحساس المتعلق بالنزاع في الصحراء الغربية، إذ ذكروا أنها ليست المرة الأولى التي تلعب فيها مدريد لعبة خطيرة بخصوص النزاع في الصحراء الغربية. فقد أبرز الملاحظون أن إسبانيا قد ارتكبت بصفتها القوة المديرة خيانة ثانية تجاه الصحراء الغربية بعد خيانتها الأولى سنة 1975 من خلال ضربها للوائح الأمم المتحدة عرض الحائط. وأكدوا أن السيد رئيس الجمهورية الذي طالما أكد أن الجزائر ليست طرفا في النزاع القائم بالصحراء الغربية قد وضح موقف البلاد تجاه إسبانيا من خلال تجديد التأكيد على العلاقات الوثيقة بين البلدين، وتأسف للموقف الجديد الذي عبر عنه رئيس الحكومة الذي لا يمكن أن يعكس في أي حال من الأحوال موقف الشعب الإسباني أو موقف الملك فيليب الذي لم يشر إليه رئيس الجمهورية قط، بل العكس تماما. مواصلة لسلسلة الزيارات الميدانية إلى مختلف النواحي العسكرية للجيش الوطني الشعبي، قام السيد الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أمس بزيارة عمل وتفتيش إلى مقر الفرقة الثامنة المدرعة بالناحية العسكرية الثانية. وفي كلمة توجيهية له تبعها أفراد جميع وحدات الناحية عبر تقنية التخاطب المرئي عن بعد، أكد السيد الفريق أن حماية الذاكرة الوطنية التي تشكل الشريان الذي يغذي حاضر الأمة ومستقبلها واجب مقدس ومسؤولية جسيمة يتحملها الجميع، مبرزا في الوقت ذاته دور المواطن بوعيه وحسه الوطني في مواجهة مختلف التهديدات الذي لا يقل أهمية عن ما تقوم به الوحدات الباسلة في الميدان. وعليه يقول سيد الفريق: فالمواطن مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن يتحلى بأعلى درجات الوعي ويسهم بوطنيته العالية في الحفاظ على أمن واستقرار بلادنا وإحباط كل محاولات أعداء الوطن الذي ضحى من أجله الملايين من الشهداء عبر تاريخه الطويل. اختتمت سهرة أمس بقاعة المؤتمرات عبد اللطيف رحالة طبعة السابعة للبرنامج الإنشادي حادي الأرواح بحضور وزير الاتصال محمد بوسليماني وأعضاء من الحكومة والمدير العام لمؤسسة التلفزيون الجزائري شعبان لوناكال. السهرة الختامية عرفت تتويج زين العابدين مش من ولاية ورقلة بالجائزة الأولى، فيما عادت المرتبة الثانية للمعتز بالله براجي من ولاية تبسة. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب خير الدين محبوب من ولاية الوادي. أما المرتبة الرابعة فاز بها شرف الدين غلوس من ولاية توغورت. هذا البرنامج سخر له تلفزيون الجزائري كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاحه. لنا والأرض لنا والحق الحق يرددها علينا.
هنيئا إذا لكل المتوجين. في إطار الاحتفالات باليوم الوطني للمسنين الموافق للسابع والعشرين من الشهر الجاري، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو من عين دفلة، أكدت على ضرورة تكريس الحماية الشاملة للمسنين وإدماجهم في المجتمع. كما تشكل ورشات المزرعة البيداغوجية المخصصة لفئة الرجال والخياطة والطبخ الموجهة لفئة النساء عالما بديلا له للمضي قدما في الحياة والتمسك ببصيص الأمل في الإدماج الأسري والاجتماعي، وكذا تشجع المرأة المنتجة لولوج عالم الشغل من أجل تحقيق اكتفاء ذاتي. ووسط نفحات رمضانية مميزة، كرم المقيمون بدار المسنين بذات الولاية. في موضوع آخر وبخصوص التحضيرات ليوم عيد الفطر المبارك، يغتنم المواطنون السهرة بالتجول بين مختلف محلات العاصمة التي تشهد توافدا كبيرا للمواطنين لاقتناء مستلزمات العيد. راني نقضي الطفيلة نتاعي، نورمالمون بانوا لي سوا ملاح، الله يبارك موفمون كبيرة. العيد سيتي اوكازيون وين هي فرصة وين نفرحوا الدراري. بصح لا ديسبونيبيليتي كاينه والامكانيات الماديه شويه، الاسعار ليست في متناول الجميع. تدخل سلعه تاع قبل بيريود ديبي تاع رمضان، وزيد تدخل سلعه تاع لافان تاع رمضان، تسمى ديبي تاع العيد بيان سير باش يعيدوا بهم تاني. دوليا الآن، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة وعشية ليلة القدر المباركة وفي تصعيد جديد لحملة الاعتداءات على الفلسطينيين العزل، استشهد شاب فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون فجر اليوم بجنين خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة ومخيمها. إلى ذلك اعتقل جنود الاحتلال أسيرا محررا شمال غربي القدس وأربعة آخرون من محافظة رام الله والبيرة في مداهمات ليلية لمنازلهم. وفي تطورات الوضع بأوكرانيا، يتوجه اليوم الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني زيلينسكي عقب الاجتماع الذي أجراه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالكريملين، حيث أعرب عن إيمانه بوجود مخرج إيجابي للمفاوضات مع أوكرانيا، نافيا ما نسب للجيش الروسي من وقائع في بوتشا. وأعلنت الأمم المتحدة عن الاتفاق مع موسكو على المشاركة في إجلاء المدنيين المحاصرين في مدينة ماريوبول. اقتصاديا أعلنت شركة غازيروم الروسية عن إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم قيام الدولتين بسداد ثمن الإمدادات بالروبل الروسي حتى نهاية 26 أفريل. رياضة الآن، أكدت سلطات ولاية سطيف سهرة أمس التكفل بتسديد منحة تأهل وفاق سطيف إلى الدور نصف النهائي لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، وهذا خلال الزيارة التي قاموا بها إلى ملعب 8 ماي 45 بسطيف لتشجيع رفقاء المتألق سفيان خذيرية عقب تأهلهم على حساب الترجي التونسي إلى الدور نصف النهائي لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا. ولم تفصح السلطات الولائية عن قيمة هذه المنحة، فبالتوفيق لممثل الجزائر في باقي مشوار هذه المنافسة القارية. بهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم إلى ختام هذا الموعد الإخباري، شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.